بتكلم عن تفاصيل أوكي. المباراة النهائية. واحنا نتكلم عن الثلاث سنوات، ما هي أصعب مراحل مرت عليكم في الثلاث سنوات كمجلس إدارة في النادي الأهلي، أو العقبات اللي إليكم؟ والله شوف، يعني عايزين نكون في منتهى الوضوح، أصعب الأمور اللي مرت، المشاكل اللي تعرض ليها النادي الأهلي بفعل فاعل. يعني احنا اي حد بيشتغل لازم عنده سلبيات، السلبيه الموجوده بيكبروها جدا وبيعلوها جدا، بعض المهاترات اللي حصلت، بعض التجاوزات اللي حصلت، الكلام ده كله جديد، لان الدنيا بتبقى يعني لا وحش قوي قوي لا كويس قوي قوي، ما عندناش يعني وسط، ما عندناش وسط يعني. فالمشاكل او اقول بالذات المهاترات اللي حصلت، التجاوزات اللي حصلت من البعض، النادي الاهلي يتصرف ازاي؟ النادي الاهلي هل ياخد دوت وهل ان احنا نصل لده؟ النادي الاهلي لا ينحدر ابدا لهذا الامر. اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي حتى في الاستوجب بتاعنا، تاريخ مبادئ تطوير. مبادئ دي انك انت ازاي في الظروف الصعبه اللي زي دي، امام بعض التجاوزات وبعض المهاترات اللي كانت بتحصل، بعض الاتهامات وبعض الحاجات الكتيره كانت بتحصل دي، تبقى انت ضابط النفس، لانك انت بتتعامل، انت بتشتغل تحت لواء النادي الاهلي، تحت مبادئ النادي الاهلي. انت مش يعني تتعامل مع الناس باسلوب الاهلي وباخلاقيات الاهلي. دي كانت صعبه ليه؟ لان احنا مجلس اداره بتاعنا كان، لما اخترت زملائي في مجلس اداره، او يعني كنت في المجموعه اللي احنا دخلنا بيها، في خبرات وفي شباب صغير للمستقبل اللي جاي، ده كان قصدي. فانهم يتعرضوا لكم هذه المهاترات وهذه التجاوزات دي، ويعني الحقيقه ظروف صعبه جدا، لكن انا سعيد بيها. ليه؟ لان الظروف الصعبه دي اتعلموا فيها اكتر، لانهم مروا باصعب ظروف، فخبراتهم زادت قوي في ظروف صعبه جدا. وكان كل يعني الحقيقه نصيحتي لكل زمايلي في مجلس الاداره، يا جماعه مش عايزين نرد، عايزين نشتغل، خلي ردنا في الشغل بس، كل واحد يقوم بدوره، كل واحد يشتغل باسلوبه يعني بما يليق بالنادي الاهلي. خلينا نشتغل نشتغل نشتغل، ده النتيجة اللي احنا نرد بيها على أي حاجة موجودة.